السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم نختم معكم ميزة السولفور الموجودة على تطبيق الإكسل في البي سي في الميكرو تاعك. فنطبقوا بهذه الميزة. أول حاجة لازم نستعليوها، يعني تكون موجودة في الإكسل نتاعنا. راح تفتح الإكسل نتاعك بشكل عادي، تروح للداتا إذا كان عندك اللغة تاعك اللغة الإنجليزية، إذا كانت عندك فرنسية تروح للدوني، إذا كانت عربية تروح للبيانات، تلقاها آخر كولون الآخر تلقاها كلمة سولفر. هذه احنا نخدمو بها. بصح لي ما تلقاهاش عنده، يروح للفايل، يروح الأوبشن، يروح لأد إنس الإنس هذه. إذا كان عندك اللغة الإنجليزية، إذا كان عندك الفرنسية هكذا تلقى الكلمة كومبليمون، تكليكي عليها هذه تخليها كما راها، دير جو، تكوشي عليها، هذول اللي راني نكوشي عليهم، ودير اوكي. تستنى شوية تتحدث لك الصفحة، وبعد تروح للداتا تاعك تلقاها تزادت لهون، تلقاها فيها الجهة ما تزادت. إذا ما تزادتش استنى حتى يتحدث الإكسل تاعك. كاين اللي فيرزيو تاعو الإكسل تاعو قديم مثلا تاع 2007، طول شوية باه تصطادها، ومن بعد تشوفها تلقاها منها لحقت صح. ثاني حاجة درك، أول حاجة رانا واجدين صطالينا الميزة السولفر تاع عندنا في الإكسل. ثاني حاجة أنه لازم يكون عندي بروبلام. هذا البروبلام قادر تشوفه نتايا من لاسيري، يعطيك الأستاذ اللي سيري تاعك لي بروبلام اللي كاينين. البروبلام راح يكون على شكل هكذا، راح تكون الدالة تاعي الأولى زاد تساوي، يا إما تلقاها ماكسيميز والله تلقاها مينيميزي، من هذو الزوج خيارات ما كانش، وتلقى هذو جملة المعادلات هذو ثلاثة هذو هم. هذا كامل وش يقولوا له، يطلق عليها باسم بروغراماسيو لينيير، سيتا بروغراماسيو لينيير. هذا الشكل المخدوم، هذه الفورميلا المكتوبة هكا يطلق عليه بروغراماسيو لينيير صح. باه نديرو هذا البروغراماسيون لينيير في الاكسل ونطبقوا عليه ميزة السولفر، لازم نحولوه على شكل جدول صح. لهون هذو القيم اللي مضروبين في الاكس ان والاكس دو، وهذو ثاني القيم اللي مضروبين في الاكس ان والاكس دو. هذه الاولى خلاص هي المعادلة تاع ماكسيمازي، هذو المعادلات تاع هذو اللي راهم تاع الا والبي والسي صح. هذو لي فالور هما الاكس ان والاكس دو، انا هاني سميتهم اكس بالشكل هون اكس، وهون سميته ايغريك صح. دروكا كلش واضح هكا معايا صح. لو نقول لي ميجات الصفر هاي ما كانش اصلا اكس دو، الاكس دو اللي هون قادر يزيد لك يدير لك زايد صفر ضرب اكس دو، واللي هي نفسها لا شيء، سمح نديرها صفر. اللي هون هذو القيم اللي راه مضروبين في اللي فاريابل اكس ام اكس دو حطيتهم هون بالشكل كيما راه موضح، راه مضروب لهم فيها واحد، هاني حطيت واحد هو الرابع، اللي هو الرابع اللي هو واحد، اللي هو واحد اللي هو ما كانش سما صفر، هو ناقص ربع اللي هو ستة صح. دروكا واش رانا نلاحظوا في هذه المعادلة، راني نلاحظ فيها انه مجموع نتاع مضارب الاكس راه مضروبة في الواحد زايد الرابعة مضروبة في الاكس دو، تسمى راح ندير له هون سوم برودكت، راح ندير له سوم باش يخرجوا لي لي فونكسيون، راح نكليكي على سوم برودكت صح. دروكا باه تظهر لك كامل، تظهر لك كامل في الهوم كيما نقول، ما ديرش اونتر، دير تاب هكا تلقاها في الكلافي تاع الميكرو تاعك، تلقاها تاب سهم الاسهم تاعها متعكسين، تكليكي تاب تخرج لك هذه كامل هكا. ومن بعد واش دير؟ من بعد تخير تاع المعادله تاعك اللي راك فيها. هنا هو موضح لي قال لي باه تنطلق المرحلة دوزيام دير بوان فيرغيل، نكليكي بوان فيرغيل وندير تاع القيم العشوائية اللي هما الإكس أو الإكس دو، هما مضروبين في الإكس أو الإكس دو، ونسكر القوس وندير أنتر. كيف نفس العملية نديروها مع الآخرين، دير تساوي سام بروداكت، ندير تاب، ومن بعد نخير المعادلة، ندير بوان فيرغيل، نخير لي فاريابل اللي هما الإكس والإيكغيك، ونسكر القوس وندير انتر. نفس العملية مع الاخرين،
كالقوس الانتر. الهون ثاني راح ندير نفس العمليه بالنسبه للزيت، درتها بالاخضر لانه النتيجه من بعد راح تظهر لنا هي اللي رانا نحوزوا عليها، درتها بالاخضر صح. ندير تساوي سام برودكت قيم تساوي هذا. صح، ما درتش طاب، شفت كيف نسيت طاب عنها خرج ايرور. نكليكيو نديرو تاب باش تخرج لي الكتبه كامل، ونخير تاعي ندير بون فيرجيل، خير القيم هذا سكر القوس دير انسر صح. دروك راه واجد الطابلو تاعي، دروك راه واجد. سمو شنو نروح ندير؟ نروح للداتا، نروح نكليكي على السيرفر، تخرج لي هذه الواجهه. هذه الواجهه واش معناها؟ اللي هون واش ندير؟ نروح ندير القيمه اللي راح تظهر لي فيها النتيجه اللي هي هذه الخضراء. ايوا راح تغيرت صح. اسكو هو ماكس ولا مين ولا فالور اوف؟ هذه فالور اوف واش معناها؟ كي نكليكيها ندخل الفالور هون، يعني نهار تكون عندي ما تكونش ماكسيميزي ما تكونش مينيميزي، تلقى الزيت تساويك شغل معادله تساوي لك رقم فلاني تساوي 1000 ولا تساوي 2000 ولا تساوي 10000. تكتب هذاك الرقم لهون 10000، لهون كيما لهون واش عندي؟ عندي ماكسيميزي، ديرها ماكس صح. دروك يقول لي لهون اعطيني الفاريابل اللي راح تغير لي اللي هما الاكس والايكغيك اللي هما هادو العناصر الملونين. سما ندير لهون هذه نمحيها كامل وندير هادو العناصر الهون هادو نمحيهم كامل، ندير ريستور. راحت لي نتين صح. نعاود نرجع نعاود ندير مبارك هكا، هادي لي فاريابل هادو هما صح. هنا راح نضيف المعادلة نتاعي واش راح يكونوا؟ راح ندير اد هذه القيمة أقل أو تساوي من 20، ومن بعد نديرها أد، ومن بعد قيمة دوزيام راح تكون أقل أو تساوي من 15 أد، ومن بعد القيمة الثالثة مع أقل أو تساوي الصفر، وندير أوكي. هم ظهروا لي معادلة التساويلهم. كوش راح ندير؟ راح ندير له حخيل لهون طريقة سمبلكس، مرات ما تظهر لكش طريقة لهون، يقول لك سيلكت السولفين ميثود. احنا اللي راح نخدمو بها سمبلكس لينير بروغرامين، خيروها ونديرو سولف. هاي ظهرت لي النتيجة، هاي وراها ظهرت. لهون باه تظهر لي الريبور بركة، مثلا نديرو انسر برك بصح انا نحاول نديرهم كامل باه يظهر لي لي ريبورت تاعي صح. هذه ظهرت لي كامل خلاص، انا كملت الخدمه تاعي بها. هادو هما الريزلت، الريزلت تاعي زاد ماكسيميزي زاد راح تخرج لي 38.8، والفاريابل تاع اكس راح يكون 15، والفاريابل تاع ايكغيك راح يكون 1.25. هام لي ريبورت واش راح يقول لي؟ انسر دو ريبورت واش راح يقول لي؟ راح يقول لي انه الفاليو فينال نتاعي راح تكون 38.75 بالتقريب تولي 38.8، والاكس راح يكون اللي هو الاكس ا راح تكون 15، هذيك 1.25. وهذه هي الفورميلا كيفاه دخلتها وكيفاه درت، وهذه السنسيبي واش راح يقول لي؟ هذه راح يقول لي كيفاه راح يعطي لي في لي طابلو تاع السامبلكس كيفاه حل، والليميت ريبور كيف 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 حتى لحق الاوبجيكتيف ريزلت. ادير طابلو الاول ومن بعد خرج له طابلو دوزيام ومن بعد خرج له الطابلو الاخير صح. وباه نتاكدوا من العمليه تاعنا اسكو الحل تاعنا هذا اللي خرج، هذه الريزلت اللي خرجت اسكو صحيحه ولا غلطه، نروح للتمرين اللي جبت من عنده. ها هو او راس السؤال، ومن بعد يقول لك لا سوليسيون واش هي. وراه لا سوليسيون، هاي وراه لا سوليسيون زيد واش راه يساوي لك 38 زائد 3 على 4. انا باه نحسب 3 على 4 واش يساوي لك؟ هي 3 قسمة 4 0.75، سما 38.75. وانا واش عندي في الاكسل هون؟ عندي الرابور تاعي واش قال لي؟ قال لي بلي راه النتيجة 38.75، سما النتيجة تاعي صحيح. نزيد نتأكد من 15 و 1.25، قال لي ها وراه
قال لي الاكس ا ها هو الرقم 15، الاكس دو 5 على 4، 5 على 4 هي 1.25. يسمى الحل تاعي انايا وكي خدمت بالميزه تاع السولفور راني كنت صحيح 100%. هذه هي طريقه السولفور كيفاه الاخر. انتما ما من بعد كي تجيو راح تطبقوا معاهم، ماذا بكم تخرجوا له هذا الفورميلا هذه، هذا الريبور هذا، وتبداو تشرحوا له انه ها هو النتيجه الفارول فينال اللي خرجت لي. اما بالنسبه للمعادلات هذه كيف تخرجهم، هاكم تقراهم في هاني داير فيديو اليوم كيف تخرجوا من نص معين، تخرجوا هذه المعادلات يعني مثلا تخرجوا في قائمه تشغيل نسميها بي ال ا بروغراماسيون لينيير افونسي. ومن ناحيه هذا بالنسبه للتي بي ا تخدموا بميزات السولفور، اما بالنسبه للتي بي دو تخدموا بجيوجبرا، تخدموا بهذا ترسموا النقاط كما وشرح موضح في هذا البي دي اف، ترسموا بهذا الشكل وتخرجوا حيز الحلول حيز الاخر تخرجوا القيم. هذا ان شاء الله في الفيديو التالي راح ندير لكم عليه باه تقدروا تخدموا التي بي تاعكم دوزيام. هيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.